قف بنا بالقبور نبكي طويلا ونداوي بالدمع داء جليلا فعسى الدمع ان يبرد منا بعض لوعتنا ويشفي الغليلا وننادي الاحباب كيف وجدتم سكرة الموت بعدنا والمقيلا لو اطاقوا الجواب لقالوا وجدنا سكرة تترك العزيز ذليلا بدلوا بعد القصور قبورا ثم بعد الحرير رتما ثقيلا فسلام الله على اهل مضايق اللحود ومطعم البلاء والدود الذين سبقونا فلبوا واجابوا قبلنا اذا دعوا فليت حديثي ما حالهم امكروه حل بهم ام فرحوا ببشرى القدوم على ربهم فيا ابن ادم كن على يقين ان الدنيا دائما وابدا تنادي وتقول حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فالقول مضحك والفعل مبكي فهي اذا جلت او جلت واذا حلت او حلت واذا اينعت نعت وكم من ملك رفعت له بين الناس علامات فلما علا في الخلق مات انه الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ايها السادة الكرام استكمالا لرحلتنا مع كتاب الله مجودا وفي ليلة تكريم الاخ الكريم فقيد شباب هذه القرية اسأل الله في عليائه ان يثبته وان يشفع فيه القرآن والصيام في ليلة تكريم الاستاذ محمد سعيد عطوة يطيب لنا الان ان نستكمل رحلتنا مع القرآن فضيلة القارئ وابن القارئ الشيخ علي محمد علي الطاروطي يتلو علينا من ايات الله البينات فليتفضل مشكورا مأجورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم صدق الله العظيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم
سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله ثوابا حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات فيها نزلا من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله صدق الله العظيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله لمن يؤمن بالله
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا
فصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه هي الآية المئتين والأخيرة من سورة آل عمران المدنية، وهي الآية العاشرة من هذه الوصايا. والصبر هو حبس النفس عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، فالصبر مع انتظار الفرج عبادة، وما أعظم الصبر إذا ما كان على ابتلاء وفقد عزيز، فنعمة هي العبادة التي ينعم الله بها على عباده. من خواتيم سورة آل عمران استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة بهذا الصوت الشجي الندي والذي تلاها علينا فضيلة القارئ وابن القارئ الشيخ علي محمد علي الطاروطي، نبت بيت القرآن وسليل بيت القرآن وابن هذه القرية الطيب أهلها. والتلاوة كانت ضمن فقرات ليلتنا المقامة تكريما لروح الأخ الكريم الأستاذ محمد سعيد عطوة فقيد شباب أهل هذه القرية. أسأل الله في عليائه أن يجعل ما تلي من آيات بينات نورا يتقاطر على راحلنا الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها السادة الكرام، باسم والد الراحل الكريم وإخوته وأبناء عمامته، أشكركم جميعا على تواجدكم في هذه الليلة القرآنية، سائلا الله في عليائه أن يجعل سعيكم سعيا مشكورا وعملكم متقبلا مأجورا. شكرنا إلى المهندس الخلوق محمد السيد عبد الوهاب الهندسة الإذاعية، وكذلك أيضا شكرنا إلى أخينا مخرج هذه الليلة القرآنية مهندس ناصر صلاح الذي يؤرخ لنا هذه الليلة عبر شبكات الانترنت العالمية، ونجه الموقر الأستاذ صلاح ناصر صلاح. شكرنا إلى كبرى قصور الضيافة المتنقلة حاج سعيد الجمل والمقيم بطاروط، كذلك ايضا مقدم واجب الضيافة في هذه الليلة الاخ الكريم المتر محمد السني. ايها السادة الكرام، شكرنا لحضراتكم جميعا، كما اسأله تبارك وتعالى ان يكون المردود عندكم جميعا عما قريب في الافراح ان شاء الله. شكر الله مسعاكم وسبحان من له الدوام.